تمام. في كلام كتير جدا اتقال ان ايمن حفني لاعب الزمالك طبعا هيبدا يدخل حسابات باتشيكو بعد مباراه الترجي. بعد مباراه الترجي هيبدا مستر باتشيكو اتفضل يعني. ده خبر سعيد جدا لكل الزملكاويه. انا بس معلومات ان مستر باتشيكو هيبدا يحط ايمن حفني في حساباته خلال الفترة المقبلة بعد العودة على طول من تونس، لانه شايف ان اللعيب استعاد جزء كبير جدا من لياقته البدنية ومن مستواه الفني، وطبعا اللعيب مقيد وموجود فريق فهيبدا يعتمد عليه خلال مواجهات الدوري ومواجهات الافريقية اللي طبعا ايمن مسجل خلال الفترة المقبلة ان شاء الله. تمام. اي حاجة انا تحت امرك يا عبد الناصر اتفضل. عندنا اول حاجة كاسونجو صرح وقال انه لم يحصل على اي مستحقات والشيك اللي خده بدون رصيد ولم يتل حمل مشكلته حتى الان. ده كلام فعلا حقيقي. كاسونجو كان في الفترة اللي خد فيها الشيك كان فترة الحجز على الارصدة، واعتقد ان مسؤول الزمالك هيتواصلوا معاه بعد مباراة الترجي وهيحلوا معاه الموضوع ده. يعني الشيك ده ما خدوش من اللجنه، خده من المعزول. ما هو لا، الشيك هو كاسونجو لما رحل، المعلومه اللي عندي ان كاسونجو لما جه يصرف الشيك كان الارصده محجوز عليها، فبالتالي ما صرفش الشيك بتاعه. فكاسونجو علاقته كويسه بمسؤول الزمالك دلوقتي. فخد الشيك خده منين؟ لا ما اعرفش الشيك خده منين. انا المعلومه اللي عندي ان هو هيتواصل مع مسؤول الزمالك لان علاقته بيهم كويسه، وان هم هيصرف الفلوس اللي معاه. اديني ما اعرفش الشيك خده من اللجنه ولا خده من المعزول. يعني هو الكلام انه الشيك بدون رصيد ده حقيقه، وبعد ما يرجعوا من تونس تواصلوا معاه والمشكله هتتحل. لان هم علاقتهم كويسه جدا بكاسونجو، كاسونجو علاقته كويسه جدا بمسؤول الزمالك، والمعلومه اللي عندي ان هم بيقدروه، وان لما ان كان في حجز على الارصده الفتره اللي فاتت وان هم هيتواصلوا معاه وان الراجل هياخد حقوق. دي المعلومات اللي عندي. طيب